طيب دلوقتي محمد خسر في اللعبة وليلى خسرت في اللعبة الأولى، هنشوف بقى محمد وليلى مين اللي هيكسب في اللعبة دي؟ عايزين بقى حد فيكم يكسب، عايز حد فيكم هيكسب، هنشد بروحة يعني. جدا، الكرة لو وقعت خسرته. في أسهل من كده؟ مرحلة واحدة بس؟ هي مرحلة واحدة بس للأسف، مفيهاش إعادة للأسف الشديد. ريدي ستيدي أند جو! بالراحة جدا. دقة، ثبات انفعالي، تركيز وتحكم. هي دي اللي اللعبة دي محتاجاه. الكرة بتتحرك عندك جامد يا محمد. ليلى في تأني راهي. محمد طب اثبت طبعا عشان تثبت. ما تخليهاش توترك. ما تخليهاش توتر، لسه بقول لسه بقول محمد خسر، بس هنشوف هتكملي لحد امتى يا لولا. هنشوف يا لولا شطارتك لحد امتى يا لولا. هتقع برضو عشان انتوا ما بتستنوش عليها لما بتتهز. ولا مش هتقع واثقه في نفسها. ايوه وقعت في الاخر، بس برافو ليلى، الحمد لله ليلى عوضت. تعالوا بقى نشوف اخر لعبه ترابيزه معانا النهارده كلهم هيعملوا فيها ايه.